فيتامين بي 13. كل اهتمامنا بفيتامين بي 12 زي المكالمه اللي فاتت. انما في ناس كتير جدا ما بتهتمش بفيتامين بي 13 اللي هو حمض الاوروتيك. الاوروتيك ده حاجه هامه جدا جدا مع انه مظلوم اعلاميا. فيتامين بي 13 او الاوروتيك اسيد ده مهم. اهميته ايه؟ اهميته ان هو حاجه بتساعد على بناء الاحماض الامينيه، فبالتالي بناء خلايا هامه في جسمك. تخيلوا ان الفيتامين بي 13 ده مهم جدا لبناء خلايا الكبد. يعني لو عندك مريض في البيت عنده مشاكل في الكبد، بتلاقي حمض الاوروتيك ده مهم جدا جدا لحمايه خلايا الكبد وبناء خلايا، تجديد خلايا الكبد. فاي مريض كبد ما تهتمش بفيتامين بي 12 بس، لا دور كمان على بي 13. مهم لامتصاص حمض الفوليك، لامتصاص الكالسيوم، لامتصاص المغنيسيوم، لتصنيع الدي ان اي والار ان اي. حاجه مهمه جدا لامتصاص اصلا او استفاده الجسم اساسا من فيتامين بي 12. فيتامين بي 13 بتلاقيه او الاوروتيك اسيد مهم في امتصاص الجلوكوز، مهم كمان في امتصاص الكرياتينين من العضلات برضو. كمان الناس اللي هم بيروحوا الجيم وبيتعبوا بسرعة من التمرين، من الحاجات اللي بتعالج التعب الجامد في التمرين. فيتامين بي 13 أو حمض الأوروتيك مهم حتى لتكوين الجنين أثناء الحمل. طبعا الناس بقى اللي عندهم تليف في الكبد، فشل في القلب، الأمراض المزمنة، حاجة مميزة جدا موجود دايما، هتلاقيه موجود في الحاجات الكبسولات المدعمة للكبد زي مثلا هيباتيك فورت، زي فاركوفيت بي 12، وموجود في حقن بتشتمل على فيتامين دي المركب كامل زي حقن الليفا بايون او الامنيفورا. يعني بتلاقيه كحقن في الليفا بايون او الامنيفورا او كبسولات زي فاركوفيت بي 12 او هيباتيك فورت. حمض الاوروتيك او فيتامين بي 13 من انواع فيتامين بي المهمه جدا اللي محدش واخد باله منها. حلو.